تتنافس فرق طلاب الجامعات العربية والإفريقية في المسابقة 25 للبرمجيات والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرية بمدينة شرم الشيخ. مسابقة متميزة، كل اللي جم دول فازوا في مسابقات على مستوى الدول، فدول هم الفائزين، فدول هم الكريمة، هم دول أفضل ما عند العرب وعند مصر وعند أفريقيا، وإن شاء الله يكونوا نموذج للشباب فعلا بتاعنا اللي احنا بنسعى ليه إن هو يكون منتج للتكنولوجي في المرحلة القادمة إن شاء الله. عندنا طلبة من 22 دولة، عندنا 145 فريق مشاركين في المسابقة بتاعت النهاردة، جايين من أكتر من 92 جامعة، بالتصفيات يمكن كانت لأكتر من 3775 فريق. طالب بيحل المسألة اللي جاية له في أسرع وقت ممكن بأقل تكلفة على البروسيسور بتاع الكمبيوتر، يعني في حاجة اسمها الكومبليكس بتاعت المسألة، يعني هيحلها بدرجة تعقيد قد إيه. يشارك في المسابقة 145 فريقا من طلاب الجامعات من 22 دولة جرى اختيارهم من بين أكثر من 3775 فريقا شاركوا في التصفيات قبل النهائية التي تمت قبل المسابقة. بنسجل أسامينا على الويب سايت بتاع المسابقة، وبعد كده مثلا لو هما طالبين مننا حاجة زي بروبلم سيت نقدمها عشان يأهلوا عدد من التيمز، فبنعمل برضو كده. وبعد كده بنروح بقى على اللوكل بتاعنا او بقى اسمه الكواليفيكيشنز خلاص في اسكندريه، وبعد كده بنطلعين على مصر اللي هو الاي سي بي سي، وبعد كده بنيجي هنا بقى في شرم الشيخ او وات ايفر هي هتتعمل فين بعد كده، بتكون على مستوى العرب وافريقيا. شاركنا هذه المره الثانيه، الحمد لله حصلنا على المركز الاول في المره الاخيره على مستوى سلطنه عمان، وكان فيها تصفيات حاليا، يعني اخر التصفيات كانت على مستوى السلطنه، والحمد لله تاهلنا على ان نمثل السلطنه نحن وثلاثه فرق نفس الشيء. حتى نوصل لهي المرحله ونتاهل لها بتمر بثلاث مراحل. في البدايه بيكون في طبعا طول سنين دراسيه تدريبات في الجامعه وتدريبات شخصيه، بعدها بنشارك في مسابقه بتكون في الجامعه، بعد الجامعه بنتاهل على مستوى الدوله بنشارك في مسابقه بتكون على مستوى الدوله، وبعدها بنتاهل للمسابقه العربيه الافريقيه. تستهدف البطولة تنمية مهارات الإبداع والابتكار والعمل الجماعي التي تظهر قدرات الطلاب، فضلا عن تنمية قدراتهم على استخدام طرق الحل المنهجية وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية. من مدينة شرم الشيخ على منتصر النيل.